في مثل وهو حكمة بيقول الإنسان عدو شو حيتذكر؟ الإنسان عدو ما يجهل. يعني الشيء اللي بيجهل الإنسان أول ميل عنده أنه يرفضه. تخيل إنسان موجود بحزب معين وحدا بيحكي من خاصة حزب آخر وتفكير أيديولوجية أخرى عن أفكار جديدة، أول ردة فعل أنه يرفض. يمكن يكون فيه حق أو وجهة نظر أو لا، مش هذا الموضوع، لكن الإنسان بيرفض. تخيلوا مع إنسان مثلا يهودي، حدا عم يجي يقول له يسوع الناصري هو المسيح المنتظر، أول ردة فعل عنده أنه يرفض ويقاوم، والبعض بيسبوا وبيهددوا. نفس الشيء إذا أي حدا من دين آخر مسلم أو غيره. فالإنسان لو يتعرض لحقيقة كل عمره يفكر بطريقة مختلفة عنا، أول ردة فعل عنده أنه يرفضها. وهذا بينطبع على كل الناس بكل الأمور. إذا أمك علقانة مع خالتك، أول ردة فعل عندك تدافع عن أمك، صح؟ حلو تدافع عن خالته صعبة. لا، إذا أمك علقانة مع حماتك شيء تاني، بس مع خالتك بدك تدافع عن أمك. الفكرة هي إنه يا أحبة نحن منتمسك بالأمور اللي عنا، منقام بالأمور اللي عنا أوقات بدون فحص. فاليوم بدنا نحكي عن موضوع بدي أطلب من كل واحد منكم يتعامل معه بقلب منفتح وفكر منفتح، ويقول له من قلبه يا رب أنا بدي أسمع صوتك، بدي أتعلم منك. هالموضوع موضوع كتير مهم كتابي، مش دائما بنحكي عنه، لكن اليوم حبيت أحكي عنه. البعض عم يسألوني عنه، البعض يمكن عندهم مفاهيم مختلفة على الأمر، فحبيت أنه أعلم عن هالأمر. وعنوانه المعمودية، مش الإنجيلية، المعمدانية. المعمودية بحسب الإنجليزي قدامكم شو؟ الكتابية. وأنا بدي أتحداكم باسم المسيح، أتحداكم بالمعنى الإيجابي، يعني شجعكم إنه أي موضوع بدك تفكر فيه، ما تقول أنا هيك بفكر، نحن هيك بنفكر، هني هيك بفكروا، هني نحن هيك بنفكر. قول أنا بدي أعرف شو كلمة الرب بتعلم وشو كلمة الرب بتقول، هيدا هو الصح. وإذا هيدا هو الصح، هيدا اللي بدي آمن فيه. والأهم إذا هيدا اللي بآمن فيه، هيدا اللي بدي طبقه وبدي أعيشه. لأن في كتار ناس بيعرفوا أمور من كلمة الله لكن بيعيشوا، إن كان بالإيمان وإن كان بالصلاة والعبادة وإن كان بالحياة، بطريقة ما بتعكس إيمانه. فمش هيك، بليز فكروا بهالموضوع. خلينا من بدايته رح نقرأ آيتين من كلمة الرب. افتحوا معي على متى إنجيل 28 ونقرأ ابتداء من الآية 16. نحن واقفين إجلالا لإلهنا ولكلامه، نقرأ الآيتين نرجع نسمع لكلمة الرب. بيقول وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. الرب قال لهم لما قام قول لأخوتي إنه يروحوا على الجليل هونيك بلتقي فيهم، فراحوا لهونيك كما أمرهم يسوع. ولما رأوه شو؟ سجدوا له. السجود مش بس يعني طقس بيمارسه الإنسان، لكن هو إعلان عن الخضوع، التسليم الكامل، الركوع أمام المشيئة الإلهية والعزة الإلهية. ودي لكم أن يسوع المسيح نفسه علمهم للرب إلهك تسجد إياه وحده وتعبد. لو ما عارفين أنه هو الله المتجسد، لما هو عارف حال الله المتجسد ما كان سمح له يسجدوا له، سجدوا له. ولكن بعضهم شكوا، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. هذا أول أمر، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. الثاني عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ثلاثة وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين. خلونا نصلي بعد مرة. من قلبك قله، من قلبي أختي، يا رب أنا منفتح لأسمع تعليم كلمتك. وإذا هون يا حبا علمتكم شيء مش من كلمة الله رفضوه، بس قل له يا رب أنا بحب أسمع كلامك، كلمني وعلمني باسم يسوع. يا رب بارك كل أخوتي الحاضرين، كما بركت السجود والعبادة والصلاة وعطيانا، أنت أرجوك أن تبارك أيضا يا رب الكلمة لقلب وفكر وإرادة كل واحد منا، لأنه كلام الرب هو رب الكلام.
لا تهمنا الطوائف ولا الطقوس ولا التقاليد ولا نحن وهني وانتو ونحن، هيدا كلها أمور بشرية أرضية، بهمنا كلامك يا رب، علمنا كلامك. نحن واسئلنا بكل موضوع عندك رأي يا رب في كلامك، انت ما عم تلعب معنا كشكاش غميضة وحزورة، لا لا، كلامك واضح، فساعدنا نفهمه باسم المسيح، أمين. تفضلوا في الجلوس. هناك أحبائي، لكل أمر، لكل عقيدة، لكل تعليم، تعاليم كثيرة وأفكار كثيرة وممارسات كثيرة، وموضوع المعمودية هو واحد من المواضيع اللي عليه أفكار عديدة، وبعض الناس بيعملوها بس ما بيعرفوا ليش. إذا بتسأل حدا ليه أنت تعمدت أو عدمت ابنك بنتك، بيقول لك هيك تعودنا، أو بجاوبك أجوبة عديدة ربما بنعملها لأنه تعودنا نعملها، لكن ما بنعرف شو المقصود بالموضوع. لكن لازم نعرف يا ترى شو بيقول الكتاب المقدس، لماذا المعمودية، أين المعمودية، متى المعمودية، لمن المعمودية، من يعمد، وكيف تحصل المعمودية. برجع بقول مش بحسب طائفتنا أو الطقس الفلاني، لا لا، نحن نقول بحسب الكتاب المقدس لأنه بنريد نفهم كلمة الله. بعض الآيات أعمال 5:14 بقول وكان مين، قولوا معي موجود بكلمة الصفرة دي، كان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير، هني جماهير يعني جماعة كتيرة كانوا عم بيؤمنوا، هيدي بركة أعمال الرسل، لكن كانوا مؤمنين. مين اللي بضموه للرب؟ مش الكل، ومين بحب مع أنه أهلا وسهلا، بتعرفوا الكنيسة مفتوحة للجميع ومفتوحة لغير المؤمنين قبل المؤمنين، لأنه الرب بحب كل الناس وبريد وصل نعمته للجميع. لكن أقول هون اللي كانوا ينضموا للرب أكثر مؤمنون من رجال ونساء وأولاد، صح؟ بالحقيقة بدي لكم يا أخوي أنه الأولاد لهم أهمية خاصة بمخطط الله، وكل مرة كان الأولاد موجودين أو الأطفال موجودين كان يذكرهم الرب يسوع. مثلا لما كان فايت إلى أورشليم وكان الجموع عم تستقبله، بخص الأولاد بقولوا الأولاد كانوا ماشيين وعم بيصرخوا عم بينشدوا بالعالي، ماسكين صعف النخل وعم بقولوا هوشعنا وصلنا في الأعالي. فكل مرة الأولاد كانوا موجودين. لما طعم 5,000 رجل بيقول عدا النساء والأولاد، 4,000 من الخبزات القليلة والسمكات القليلة، عدا النساء والأولاد. فلما الأولاد موجودين بيذكرهم، لكن هو عم يشوف أنه اللي عم ينضموا للكنيسة هم من رجال ونساء. ليه؟ لأنهم شو صفتهم؟ مؤمنون. فالطفل ما فيك تقول عنه مؤمن لأنه ما بيدرك وما بيفهم لحتى يآمن أو يرفض الإيمان. أعمال 8:12 بقول ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، مش وأطفالا، ما أنه أكيد في أطفال كانوا موجودين. شو كانوا يحطوا الأولاد بالجاردورية عند الأخت سامية؟ كانوا ياخدوا معهم الأولاد، بس الأولاد ما عمدون لأنهم لم يؤمنوا ولا بيفهموا الإيمان، فما بتقدم وبتأخر معموديتهم. رح نتأمل بعدة نقاط كتير بسرعة، جرب أني أوضح الأفكار المختلفة حول موضوع المعمودية. هناك فلسفات وهناك تقاليد عديدة بخصوص المعمودية، صارت تقليدة. تسأل وقت حدا صار الولد عمره أشهر أو أقل من سنة، هلأ شو لازم نعمل؟ لازم نعمده. ليه؟ لأنه هيك تعودنا، العائلة بتجتمع مع بعض وبياخدوا صور مع بعض حلوين، والولد الصغير يعني بيبتهجوا فيه، ويمكن الفكرة أحيانا إذا الفكرة دينية وروحية إنه عم نكرس هالولد للرب، وفكرة تكريس الولد للرب ممتازة. نحن بالكنيسة هون اللي بيعرف أو ما بيعرف، نحن بس الولد يكون يعني هيك عمره بضع أسابيع، لما بيخلق لعائلة مسيحية من بيطلعوا العائلة لهون وبناخد هالولد ومنصلي منكرس قدام الرب، أي منقول له يا رب هذه العائلة الأم والبي والكنيسة وراعي الكنيسة عم ناخد هالهدية اللي اعطيتنا إياها اللي هالولد، منحطه قدامك نرجوك أنك تباركه وتحفظه، نكرس أمامك نضع أمامك. وهذا أمر جيد إذا الموتيفيشن، إذا كان الغرض تكريس الولد أمام الله، أمر جيد، لكن ليس هذا هو قصد المعمودية، ليس هذا هو قصد المعمودية. البعض بيظنوا أنه لا، هي مش تقليد وتقص، ولكن هي الولادة الثانية، هي الولادة الثانية، لأنه
أثر صلاة رجل الدين بحل روح القدس بالمي، والولد بيغطس بالمي، فبالتالي في روح القدس بيولد ولادة تاني. ويا أحبة، الولادة التانية، الولادة التانية هي ولادة بالروح مش ولادة بالمعمودية. الإنسان اللي يؤمن بالمسيح ويتوب عن خطاياه ويقبل نعمة المسيح لأجله وفدائه بيولد ولادة تاني بدون مي. بدي أسألكم سؤال، المسيح قال بدون الولادة التاني ما حدا بيدخل ملكوت السماوات؟ اسمعوا مظبوط، يوحنا 3، بدون ولادة تاني ما حدا بيدخل ملكوت السماوات. طيب اللص اللي على الصليب دخل لملكوت السماوات ولا لا؟ ايه، قال المسيح اليوم تكون معي في الفردوس، ولم يعتمد، كان مع الله على الصليب ومات. طب شو اللي دخله على الملكوت السماوات؟ كيف ولد ولادة تاني؟ بالإيمان، لأنه آمن بالمسيح وتابع خطاياه وسلم حياته لإله. فالبعض بيقولوا هي الولادة من فوق، أو هي معمودية الروح القدس، أو هكذا بالإنجليزي بيقولوا to Christianize the child، نمسحن الولد أو نجعله مسيحي. حتى كمان هناك بعض الكنائس الإنجيلية تعمد أطفال، هيقول لك هيك نجعله مسيحي. يا أحبة، لا المعمودية تجعل الولد مسيحي، ولا المعموديتنا بتجعل الولد مسيحي، ولا اللي بيجعل الكبير أو الصغير مسيحي هو لما الواحد بيسلم حياته للمسيح. أرجوكم خلي الأمر يكون ثابت عنا. الدليل، بدكم أعطيكم دليل؟ ما بتعرفوا مئات ويمكن عشرات ويمكن ألاف من الناس من أي طائفة كانت، مسيحية، إنجيلية، مارونية، أرثوذكسية، غير يلي معمدين. لا معمودية الإنجيلية بتغير، ولا معمودية الأرثوذكس بتغير، ولا معمودية الموارنة بتغير. دم المسيح ابني يطهرنا من كل خطايا بالإيمان. الذي يؤمن به لا المعمودية هي شهادة عن الإيمان، لكن لا تخلص. معمول معموديتنا أحسن من معمودية الآخرين؟ لا يا حبائي، بس عم أقول ما في مية معمودية بتجعل إنسان مسيحي. خبرتكم القصة من قبل، أذكرها باختصار. مرة بلبنان كان في شاب مصري عم يشتغل، تلميذ، وجا ليشتغل، طلع شوية مصاري، رجع بلده يكفي شغله. المهم بشرته، كان عم هيك يشتغل بعمل ترميم في المبنى، فقال لي أسيس أنا عايز أن أتعمد. قلت له ليه بك تعمد؟ لتصير مسيحي؟ قال لي إيه. فوته لجوا للداخل، في عنا هيك بركة اللي بنعمل فيها المعمودية. قلت له هون نحن منعمد الشخص. قلت له بتعرف إذا أنا عبيت مي، وأنا صليت على الميات الصبح والظهر عشية، الصبح والظهر عشية، الصبح والظهر عشية بدون انقطاع، وأنت مش نزلت بالمي، أنت عشت بهيدي المي 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، لما تموت بدك تروح على جهنم؟ قال لي ليه ازاي أسيس ليه؟ قلت له لا صلاتي بتغيرك ولا المعمودية بتغيرك، بدك تآمن بالمسيح حتى تتغير. يا ما في ناس معمدين أحبائي وما تغيرت حياتهم. ثلاثة، في ناس بظن إنه هيك الولد بصير جزء من الكنيسة أو عضو من الكنيسة. الكنيسة مين هي؟ هي جسد المسيح، هي عائلة المسيح، والواحد بصير بهيدي العائلة. لم في حدا بصير بعائلتك إذا ما ولد؟ نحن بصير بعائلة المسيح لما منولد من الروح القدس، مش لما منتعمد. في كتير ناس وقت يمكن كنيسة عندها على سجلاتها 20-30-40 ألف أعضاء بالطائفة أو بالكنيسة، كم واحد بيجي على الكنيسة منه؟ يمكن 1-2%. وين البقوة؟ وين إيمانهم؟ هلا بعيشوا الإيمان. موضوع مش طائفية يا أخوي. لما بدنا نموت نوفد من رب، ما رح يسألك بأي كنيسة كنت عم تصلي وش طائفتك. في حق كتابي. أو إنك تصير جزء من العهد مع الله. هذا إذا تحكي مع حدا من أخوتنا وأحبائنا الإنجليين اللي بيعمدوا أطفال، بيقول لك بصير جزء من العهد مع الله. وأنا دائما جاوب لهالأحبة هودي، أرجوكم فرجوني بالعهد الجديد وين حد بيصير جزء بالعهد مع الله إذا ما قبل دم العهد الجديد. فما في ناس مش خطاط وناس مخلصين وناس بالنص بالعهد، ما في حالة وسطية. الناس كلهم أولاد مؤمنين، أولاد ملحدين، كلهم خطاط. في خاطي تقي، في خاطي فاجر. إذا إنسان بده يدخل بعائلة المسيح بده يتوب عن خطاياه ويقبل يقبل المسيح ونعمة المسيح، ولا ما له خلاص. كمان برجع بقلكم من أي طائفة كان، عم ردد هالشي حتى ما حدا يفكر إني أنا جاي غير فكر حدا منكم لأعمله من طائفة معينة. لا حبيبي، عم أقول لك كلمة الرب بالآخر، أنتوا حرين يا حبك الوحش بياخد موقف في الموضوع، لكن أنا من واجبي أعلم كلمة الله.
رابعا البعض بيقولوا لا هو عم يتعمد. نحن بنعرف انه هو ما بصير مؤمن ما بصير مسيح لان ما بيقدر يامن صغير، ما بصير مسيحي لان لازم هو يامن، وما بصير متجدد لان هو لازم يتجدد، لكن نحن عم نعمده بناء على ايمان العراب، بناء على ايمان العراب. الفكره هي انه العراب بيعلموا الايمان. انا ما بدي اسالكم بدون ما ترفعوا ايدكم، بس بدي اسالكم كم واحد منكم يلي العراب تبعه علموا الايمان المسيحي؟ كلنا يمكن تعمدنا نحن صغار كنائسنا وكان في عنا عراب. كم واحد منا العراب تبعه اجى لما هيك كبر شوي قال له تعي يا ابني انت تعمدت بناء على ايماني، تعال اعلمك شو هو الايمان، شو الثالوث، شو الفداء، شو دم المسيح، شو الخلاص، شو جنب. كم ما بدي حدا منكم يرفع ايده، ما احرج حدا. اذا صارت بتكون قليله. مؤخر كان زور ناس وهم فرجونا صوره معموديه لابنهم، وقلت لهم مين العراب؟ في عراب؟ طلع العراب مسلم. أنا مش ضد الإسلام، أحبائنا وإخوتنا ونحب كتير ناس منهم، بس إذا كانت الفكرة هو بناء على إيمان العراب، طب والعراب مش مؤمن يعني. مرة تانية بحكيكم أمور مش بخترع، أمور حقيقية. مرة شخص كان العراب هو كان جاي ومجوز وصاحبه معه بناء على إيمانه، فإذا لا بالتطبيق صحيحة ولا بالمبدأ الموضوع صحيح. حكينا عن فكرة أو الأفكار العديدة حول المعمودية، خلينا نحكي عن طريقة المعمودية كيف تتم. هناك معمودية تتم بالسكب، يعني بيجيبوا كباية أوقات أو كاس أو شيء بيسكبوا مي، أوقات بيكون بالرش سبرينكل، أوقات بيكون بغط الإيد ورسم علامة الصليب على جبهة الولد. هناك من يمارس المعمودية بالتغطيس إن كان للصغار والكبار، ونحن نؤمن إنه هيدا هو الأسلوب الصحيح الوحيد كتابياً للمعمودية. لحد هلأ بالكنيسة الأرثوذكسية وغير من الكنائس اللي بيغطسوا الولد كومبليتلي كلياً تحت المي، مش بس برشوا عليه رش. هيك حقول طب وشو مهم هالشغلة؟ يعني كيف ما عمدتوا المهم المعمودية؟ عن جد؟ عن جد هيك يعني كيف ما بتعمل هالشغلة منيح؟ جيب عدس وطبخه وقول لك ضروري هلا يعني نعقدها، نسميه عدس بنسميه دجاج بنسميه لحم مشوي، المهم انه شو مهم التسميه؟ لا، لازم التسميه تنطبق على الاكله. ورح نشوف بعد شوي ليش المعموديه لها اهميتها، بس بالاول حبيت خبركم انه هيدي مش فكره الاسيس نقول ياسمين او كنيسته بتفكر هيك. يمكن البعض منكم صار له، انا صار لي فرصه اروح على بعض الاماكن وشوف شخصيا، بس روح على جوجل. أنا اليوم عملت هيك، رحت على جوجل حطيت Ancient Church Baptistries، يعني أجران معمودية كنسية بالقديم قديم، وبيطلع لك ملا نهاية له من الصور عن الكنائس القديمة كيف كانت تعمل المعمودية. وتقول كنائس قديمة يعني أول 600-700 سنة من المسيحية، أكيد نحن ما بنفهم أكثر منهم. كل كنيسة قديمة بتروح عليها بأي جزء من أجزاء العالم اللي انتشرت فيه المسيحية أنا ذاك، ما وصلت لأمريكا وقتها، ما لست روح تاتش بأمريكا وكندا لأنه ما كانت وصلت لهون. أول 200-300-400-500-700 سنة مسيحية بتشوف بالعالم اللي بيسمى حوض البحر المتوسط أنا ذاك المعروف، بتلاقي فيه أجران كبيرة للمعمودية. وهذا معناتها شغلتين، اسمعوني جيدا، معناتها كانوا يحطوا مي كتير ينزلوا الشخص فيه، وكان الشخص اللي ينزل كبير، لأنه إذا معمودية ولد صغير كان لازم يعملوا جرن صغير، وإذا كان رش ما بده جرن، يعني فيها سطل أو أي شيء بيقدر حتى يكون في برك، كانت تسمى بركة مغطس. هيدي صورة، وهيدي منا الصورة الوحيدة، هاي الصورة الكبيرة إن شاء الله تكون يعني واضحة لألكم عم تقدروا تشوفوها. الصورة الكبيرة بالأول هيدي بتونس، بكنيسة بتونس. الصورة اللي تحتها بمقبرة القديس يوحنا بأفسس بتركيا اليوم. هودي أجران كبيرة، إذا منتبهين مثلا الفوقانية في أربع دراج كبيرة اللي ينزلوا فيها الناس، أربع دراج. هلأ نحن 1-2-3-4، إذا منتبهين الدرجة عالية يعني أكتر من هون لتحت. هودي كنائس قديمة.
هيدي جورة تاني حتى تعرفوا قديش هي كبيرة. شوفوا المقارنة مع الشخص اللي واقف قدامها. هيدي بتركيا. اللي تحتها كمان بتركيا بأفسوس قرب الكنيسة اللي تتسمى كنيسة مقبرة القديس العذراء مريم. هي التحتانية. هيدي بإسرائيل البركة الفوقانية، وكتار من البرك كانت تنعمل بشكل صليب، يعني على شكل صليب. هاي الفوقانية بالنجف بإسرائيل، ديزاين تبعه الكنيسة بيزنطية، ويقدر تاريخها بين 250 و600 ميلادية. كانوا بعضهم عم بعمدوا كبار بالتغطيس البيزنطية مش الإنجيلية. والتحتانية كمان بالنجف بالأردن، واضح أكتر كيف معمولة على شكل صليب. الفوقانية هذه بألبانيا، اللي ما بيعرف ألبانيا هي فوق اليونان، فوق اليونان شوي أوروبا. فرجعتكم من تركيا، فرجعتكم من تونس، فرجعتكم إسرائيل، ولا بأوروبا على شكل صليب أيضا. يلي تحت، تحت ألبانيا شوي بنورثرن ماسيدونيا. ماسيدونيا هي مقاطعة من اليونان الشمالية. وشوف قديش كبير الجرن. ليه أوقات بتشوف الصورة أكبر أو الصورة أصغر؟ طبعا حسب الكنيسة يا أحبة. وقتها كان في أماكن معينة تبقى الكنيسة صغيرة بمنطقة مكيرفية، تبقى الجرن صغير. وقت تكون الكنيسة كبيرة بمنطقة أو مدينة متروبوليتن تتسمى، يعني مدينة كبيرة، يبقى الجرن كبير على حسب الحاجة لتعميد الناس والناس يلي عم تتعمد. هيدي بكنيسة سانت كلامنت، يلي هو أحد أباء الكنيسة المشهورين. هي كمان فوقانية كنيسة بألبانيا بالقرن الخامس، السادس ميلادي، يعني 500 وشيء، القرن السادس. بعدنا عم بعمدوا كبار بالتغطيس. كل أثار كنيسة قديمة فيها بركة، من الشمال للجنوب للشرق للغرب، وتحت بألجيريا بالجزائر. على فكرة تونس والجزائر هي من أهم البلدان المسيحية اللي كانت أول كم قرن في الميلاد الميلادية. في شخص مشهور كتير ومعروف كتير من تونس، من قرطاج، حابب تذكر من هو؟ أغسطينوس. مين منا مش سامع أغسطينوس؟ ما بنعرف عنه كتير، بس مين منا مش سامع الفيلسوف المسيحي أغسطينوس؟ في بداية القرن الخامس ميلادي، 400 وشوي، تحت بتونس، فوق بجنيفا بسويسرا، تحت كمان بتونس. إذا كنت تعرفوا قديش هالبركة كبيرة، لأن وقت البركة مثلا الصورة ما بتعبر، بتشوفها وهي ست واقفة فيها، يعني يمكن بيوصل تقريبا لأعلى صدرة البركة اللي كانوا ينزلوا فيها الناس. فما بقدر أجيب لكم كل الصور من كل المناطق، بس جربت أن أجيب بعض الصور، ديزاين المختلفين، الأشكال المختلفة، من عصور مختلفة، من أماكن مختلفة، لألكم مش في بس كنيسة أو طائفة أو مذهب أو حالة محصورة بمكان وبزمان. أول 600 و650 سنة من الميلادية كل الأماكن المسيحية، وانتبهوا كان صار فيه طوائف، كان صار فيه مذاهب، كان صار فيه صراعات عقائدية، بس كانوا عم بيعمدوا كبار بالتغطيس. إذا كنت تفهم الكتاب، المعمولية الكتابية إلها ثلاث شروط، ثلاث كلمات: بالغين، يعني شخص بيفهم، مؤمن، آمن بالمسيح، وبالتغطيس. ليه بالتغطيس؟ مش لأنه هيك طالع عبالنا، لا، لأنه إلها معنى، بنفهم شو معنية هالمعمولية، ورح نشوف هالشي بعد شوي. هي أيضا أحبائي بركة معمودية بنيكوبوليس بإسرائيل. يوحنا 3:23 بول: وكان يوحنا المعمدان أيضا يعمد في عين نوب بقرب ساليم. لكن عم بعمد هناك، لكن عم بعمد بأماكن معينة. يوحنا المعمدان، المسيح مثلا بعد تلاميذه وراحوا على كل الضيع وعلى كل القرى وكل المدن في إسرائيل بشرهم. ليش يوحنا المعمدان كان يعمد بأماكن معينة؟ قال: وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نوب بقرب سليم. لا يا يوحنا، لأنه كان هناك مياه كثيرة، كان في حاجة لمي، فلو الحاجة للرش أو للسكب أو للزوفة مثلا أو مرشي أو شيء، وين ما كان بده يجيبوا له مطرة مي يعمد فيها الناس.
وكانوا يأتون ويعتمدون. أعمال 8:38 لما كان فيلبس مع الخصي الحبشي قال له شو بمنا أتعمد؟ قال فأمر أن تقف المركبة فنزلا كلاهما إلى الماء. نزلا كلاهما لشو؟ للمي. فيلبس والخصي فعمده. ليه نزلوا هناك؟ لأنه هنو ماشيين بشروا فيلبس للخصي الحبشي الوزير لملكة كنداكا الأثيوبي. قال لما وصلوا على مي قال له هو ذا هنا مياه، لماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن يجوز. قال له أنا أؤمن يسوع المسيح هو ابن الله. فنزل كلاهما إلى الماء. بدي أسألكم، الوزير هيدا مسافر من أورشليم لأثيوبيا، معقول ما معه جرة مي ليشرب فيها على الطريق؟ ففهم هو عم يشرح له فيلبس للخصي شو معنى المعمودية والحاجة للماء. متى 3:16 فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء. وأنا بمفهوم البسيط صلحوا لي إذا غلطان، حتى واحد يصعد من الماء لازم يكون قبله نزل في الماء. فلما اعتمد يسوع من يوحنا المعمدان صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه. فشفنا طريقة مفاهيم على المعمودية والمفهوم الكتابي أو الممارسة الكتابية للمعمودية. فكيف تتم المعمودية؟ وهذه أنا دائما بجيب صورة الإنترنت، المرة بجيب صور من معموديات نحن عملناها. هي صورة معمودية كيفن والأخ منير لما كان ختيار، هلأ شبشب أكثر، لما كنا بأحد المؤتمرات. المعمودية بالتغطيس. ليه؟ ليه المعمودية بالتغطيس؟ أولاً لأنه كلمة معمودية يعني تغطيس. أنا ببتايز تعميد، كلمة معمودية بابتيتزو باليوناني معناتها تدب، تغطيس، إمرس، سبمرج، تنزل تحت. هي معنات الكلمة. يتصور واحد بيقول أنا بدي غطس اليوم، بدي غطس شيء، كيف تغطس شيء ومي؟ ما بتزبط لأنه ما بتنطبق الكلمة على الفعل. هذا معنى الكلمة. اثنين، لأن هذا المعنى الروحي للكلمة. هذا المعنى الروحي للكلمة. المعمودية هي أحبائي شهادة خارجية ظاهرية عن شيء حصل في القلب. كل مؤمن لما بيقبل المسيح حصل اختبار في حياته. هو اختبر مع المسيح الموت والدفن ومن ثم القيامة. المسيح مات لأجلنا على الصليب، المسيح دفن في القبر لثلاثة أيام، والمسيح قام. لما الإنسان بيقبل المسيح قال بيكون مات مع المسيح وقام مع المسيح. أعطيكم مثل، إذا أنت عليك دين كبير نقول $1,000,000 ومفلس، وراح شخص بحبك كتير لحتى ما يشحطوك من بيتك وتطلع تخسر كل شيء، بحبك كتير ومعه مصاري راح دفع عنك $1,000,000. صحيح هو اللي دفع $1,000,000 بس لأن دفع عنك وباسمك كأنك أنت اللي دفعت المليون. مظبوط؟ قدام البنك أخذ حقه وما بقى يقدر يطالبك لأنه الدين بيندفع مرة واحدة. فالمسيح لما مات عن الخطية، مات عن خطاياك وخطاياك، مات لأجل أجلك واندفن في القبر وقام في اليوم الثالث. لما أنت بتقبله كأنك أنت اللي متت واندفنت وقمت. فهذا الاختبار بيحصل عليه المؤمن لما بيتجدد، لما بيولد ولادة، لما بيقام المسيح بتوب على خطاياه. وكلنا بإمكاننا نؤمن. ليك ما حدا خلق مسيحي، طول نحن مسيحيين، ما حدا بيخلق مسيحي، نحن كلنا بنخلق خطاط. الإنسان بصير مسيحي لما بيقبل المسيح شخصيا. فلما تقبل المسيح كأنك أنت اللي مت ودفنت وقمت معه. بس مين شاف هالشي؟ ما حدا شاف. بالمعمودية منمثل ظاهريا، نشهد خارجيا بالمي كيف نحن متنا ودفننا وقمنا مع الرب يسوع المسيح. هيدي المعمودية. أنا تزوجت سامية من فترة طويلة، أكثر من 3 سنين. قال إذا حدا بشوفني أنا وياه بقول هي صاحبته أو شيء، بقول شوف المحبس له خيحوها. فالمحبس ما زوجني، ما في قوة سحرية بتجمع اثنين. هذا المحبس ياخدوا حدا أعزب يلبسه ما بصير مجوز، بس هيدا علامة ظاهرية، شهادة خارجية يلبسها المتزوج ليقول لك الناس أنا مرتبط بهالنعمة اللي الله أعطاني إياها.
أمين؟ بعت عدة أمثال دائما عن الموضوع يا حبا. البوليس بيلبس يونيفورم معين طلع فيه إير بوليس، بيقول عنه بوليس. إذا كان في الناس ولبس بوليس ما بيعمل بوليس، وإذا هو البوليس شلحه ولبس شورت رياضة بضل بوليس. فالبدلة ما بتعمل بوليس، البدلة شهادة علنية للناس تقول هيدا البوليس، هيدا الدكتور. بتفوت على المستشفى لابس أبيض حاطط ستيثوسكوب، هيدا الدكتور. حمول أنت عمول هيك بتصير في الناس، ما بتصير دكتور. بس لما بتشوف هيدي علامة خارجية، علامة المعمودية شهادة خارجية، لا بتولدك ولادتين لا بتولدني ولادتين، لا بتغفر خطاياك ولا بتجددك ولا، لكن شهادة للمتعمد بأنه مات ودفن وقام مع المسيح. هذا يقودنا للسؤال التالي، إذن من يمكنه أن يعتمد؟ والأهم حطت هيك كابيتال لتر، من عليه أن يعتمد؟ لأنه مش إذا بتحب عيني تقبرني، لا، كانت وصية من الرب، تلمذوهم وعمدوهم. هبتقلي بس بلقى ما بدي تعمد، فيك ما تتعمد وفيك ما تقرأ بالكتاب، فيك ما تجي على الكنيس، فيك ما تصلي، فيك تعمل بدك إيه، بس مش أنت عم تعمل صح، لأن هذه أول. إذا أنت مسيحي بالآخر بدك تعمل الأمور بحسب ترتيب الرب. من يمكنه أن يعتمد؟ هو قلت لكم ثلاث كلمات: البالغ. لو نقول بالغ شخص صار بيقدر يستوعب الحياة الروحية، يمكن يكون عمره 13 أو 15. إجمال ما منعمد أبكر هيك، لأن بيكون الولد يمكن يتحمس ويتعمد بس مش عارف شو عم بيقول. 13 14 15 20 30 70 80، لما الإنسان بيأمن وبيقبل الرب يسوع المسيح رجالا ونساء، مثل ما قلنا بالبداية رجالا ونساء. من يمكنه أو يجب عليه أن يعتمد؟ شخص تنطبق عليه الشروط التالية، ورح امشي شوي بسرعة وما رح طول عليكم، وحتى تقدروا تذكرون بعدين فيكم تعملوا هالشيء. يا مطلوبوا مني من فضلكم، أنا بكل سرور بعت لكم باوربوينت الفايل إيميل، روون شوي شوي بالبيت، أو هلأ إذا بدك صورهم ليبينوا الآيات فكر فيهم فيها بعد. الذي يمكنه أن يعتمد هو شخص انطبقت فيه هذه الشروط كلها. بدي أذكر خمس أمور بس الكلها تفاصيل ضمن حقيقة واحدة. أول شيء، شخص آمن بابن الله. شخص آمن بابن الله، قال له هو ذا ماء، مثل ما قلت لكم الشيعة الخاص الحبشي، قال له لفيلبس الشماس، قال له الواعز، قال له ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك أن يسوع المسيح ابن الله يجوز. طب خلينا نقراها بالمقلوب: إن كنت لا تؤمن من كل قلبك أن يسوع المسيح ابن الله لا يجوز. بتقلي بس يمكن واحد يقول أنا مؤمن ويطلع بالآخر في الناس مش مؤمن. إلا مين قال إنه أنا الروح القدس اسمي؟ أما اسمي الروح القدس. نحن منعمد الشخص بناء على شهادته، مش بناء على نحن صدق عرفنا شو فيه بقلبه. يوم في ناس مؤمنين وفكرناهم مش مؤمنين، يوم في ناس مش مؤمنين فكرناهم مؤمنين، وهذا أمر طبيعي، نحن بشر يا أحبة، الله هو اللي بيعرف شو فيه بالقلوب، ما هيك؟ مش مطلوب من، وإلا كان الله عطى موهبة للأسيس أو لحدا إنه يقدر يعرف شو فيه بالقلب. بطرس الرسول نفسه عمد سيمون الساحر وطلع سيمون الساحر كاذب ومحتال وغير مؤمن. فأول شيء بدك تؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، أي أنه هو الله الذي تجسد، الذي أتى إلى أرضنا، والذي مات عنا على الصليب، والذي افتدانا، مات لأجل خطاياك. بكون تبت عن خطاياك حطيت كل ثقتك فيه، ومش اسمعوني مزبوط. بتعرفوا أكبر عدو للإيمان شو هو بحياة كل واحد منا؟ هو الإيمان الشخصي أو التدين الشخصي. لما واحد بحس حاله أنا كتير منيح أنا شو بني، إذا أنت كتير منيح ومش محتاج فإذا أنت مش منا. لأن للأسف تعرف هالكنيسة شو فيه؟ في ناس خطاط مش كتير منيح. أنت كامل هيتك مش محتاج للمسيح. أحبائي ما حدا منا كامل، وأنا أولكم. بولس رسول بعد أبشع منا، قال صادق هي الكلمة ومستحق كل قبول أن المسيح يسوع جاء ليخلص جميع الخطاط الذين أولهم، مش جميع الرسل الذين أولهم أنا، جميع الخطاط الذين أولهم أنا. إذا أنت مش مدرك، خي أختي كل واحد منا إذا مش مدرك أنه أنا خاطئ، أنا هالك، أنا بدون المسيح بسحق جهنم. أشكرك يا رب أنك متعني، أنا بسلمك حياتي. إذا ما إيمنت هيدا الإيمان العملي لا يجوز. هي واحد. اثنين، بدك تكون تبت عن خطاياك.
ما في ناس بقول أنا إيمانت أنا مؤمن شو أنت مؤمن أكثر مني أنا مؤمن أكثر منك نقعد نزيد على بعضنا الله بيعرف الإيمان بس ما يكون تبت ودائما بقول أحبائي برجع بزيد وبعيد يسوع المسيح رب المجد الفادي المخلص ما إجا الله حتى يخلصنا لنبقى بخطايانا إجا ليخلصنا من خطايانا يقول أنا إيمانت وبعد عيش بالخطية هذا إيمانه ميت إيمانه ميت بأعمال رسل 2:38 صوروا لتقروا بالبيت إذا بدكم أعمال 2:38 بطرس رسول بيوم 50 عم يشهد لألاف من اليهود اللي كانوا جايين عم بيعيدوا بأورشليم قالوا له طيب شو بنعمل نحن قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم مش تعمدوا فلوا وبعدين فكروا فيه بلكي بتوبوا لأنه كانوا جايين كلهم يعايدوا بأورشليم بعدين فلين على ضياعهم على مدنهم إجوا من 16 أمة 16 لغة عمل رسل 2:38 موجود قدامكم قال انتوبوا ساعتها بيعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فبيقول بالكتاب أنه انقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3,000 نفس وكانوا يواظبون مع بعضهم البعض تعليم رسل والشركة وكسر الخبز و الصلوات وانا عم بتطلع نشوف انه هالصوره وقفت عندك فايه وكيفن بردين بالميات فرح اقلب عنا حتى ما يضل بردين وقتها كان واقف كان طقس صعب ما لقى بيسمع الواحد يسقع شواليت لحتى يطيع الرب المعموديه بظن بالكنيسه الاولى بنهر الاردن ما كانت المي كثير نظيفه ومفلتره ولا كانت كثير دفى طيب ثلاثه اذا لازم تؤمن انه يسوع ابن الله اثنين لازم تتوب ثلاثه لازم تكون اختبرت بيسكون اختبرت برومية 6 الآيات 3-5 بقول نحن المعمودية هي إنه نموت مع المسيح وإنه ندفن مع المسيح وإنه نقوم مع المسيح يعني أنا كنت وأنا صرت والمؤمن ما بيقدر يشهد بحياته يقول أنا كنت وتغير بحياة شيء وأنا صرت جابوا المسيح لرياليتي جديد لحقيقة جديد لواقع جديد يمكن ما اختبر يمكن ما اختبر الإيمان كيف تعرف حالك انك خدت 2 ادفل لانه وقف وجع راسك مثلا اسمعوني يا اخوي ارجوكم اسمعوني انا وقت بمشي على الحقيقة بسرعه بتفاصيل اليوم جرب امشي على مهله بتمعن بتفاصيل قليله صلاتي انه كلنا نفهم كلنا محتاجين نفهم هذا كلام لكلنا نحن محتاجين نختبر نعمه الله بحياتنا ما بيكفي تكون ابن مؤمنين أو صلك زين تجي على الكنيسة محتاجين نختبر نعمة الله بحياتنا أنا اختبرت أني متت معه أني اندفنت معه أني قمت معه هل تقدر تقول بحياتك أنا إنسان جديد في وقت معين أنا تبت على خطايا والرب خلصني الرب غيرني إجوا شككوا الأعمى كتير بإيمانه ومين اللي شفاك ومين ما شفاك ومين غير لك ياخدوه ويجيبوه بدنا يحاكموه بدنا يحاكموه بيطلعوا من كل من تمه كلام سيء عن المسيح قالوا له بالآخر قالوا له هيدا اللي شفاك هيدا إنسان خاطئ قال له خاطئ منه خاطئ ما بعرف كتير باللاهوتيات بس الحقيقة اللي بعرفها إني أنا كنت أعمى وهلأ صرت عم شوف ويمكن المؤمن أوقات كتير ما بيقدر يعرف كل تفاصيل إيمانه ولازم نعرف مع الأيام من خلال كلمة الله أمين؟ بس يمكن أوقات ما بيعرف أمور كتير بس بيقدر المؤمن يقول يمكن ما بعرف كل الأجوبة عن المسيح بس بعرف أني كنت خاطئ والمسيح خلصني عطاني سلام بحياتي عطاني رجاء شال الظلام شال الخطية شال محبتي للشهوات وعطاني نزعة جديدة نزعة القداسة والعيش للرب هل تقدر تقول هالشي؟ رابعاً يلي التلمذ أي صار تلميذ أي أن التلميذ يدرس والتلميذ بالكتاب يعني هو الذي يتبع التلمذ يعني عرف عن المسيح وقرر أن يتبع المسيح قرر أن يتبع المسيح تعرف مثلاً هذا اسمعوني يا حبايب اسمعوني شوي تعرف هذا الخصية الحبشي مثلاً آمن تعمد وكفى على الحبشي بتعرفوا من أقدم الكنائس المسيحية موجودة في الحبشي أقدم فيكم هيقول شو وصل الإيمان للحبشي هيدا راح على الحبشي وأكيد خبر الناس والإيمان صار يزداد ويكبر صار فيه شو الكنائس حبا
واحد حدا بيقول لي رحت على البلد الفلاني وانكسر قلبي. ليه انكسر قلبك؟ لانه طلعت في مباني كنائس قديمه صارت متاحف وصارت جوامع وصارت ما بينكسر قلبي ابدا على الموضوع. يعلو بالحجر اللي بدني اياه. انت بتعرف انت بينكسر قلبي؟ انا ما بشوف مؤمن ترك المسيح بينكسر قلبي. لما بشوف كنيسه ما عم تبشر بالمسيح بينكسر قلبي. لما بشوف مؤمنين مش عايشين للايمان بينكسر قلبي. الحجر اخر همنا. وبدي اقول لما بيجي المسيح وبده يحرق هيدا العالم رح يحرق الكنائس مثل ما رح يحرق النوادي ما بعرف شكلها. اوعى تحطوا قلوبكم على المباني احبائي. كنيسه المسيح مش مبنى ولا كاتدرائيه. كنيسه المسيح هي انا وانت. خلينا نعيش لإله، خلينا نمجده ونكون تلاميذ. بدك تكون تلميذ حتى تتبع المسيح. خامسا واخيرا بدي يكون عندك ضميرك مرتاح. ضميرك مرتاح، اختبرت سلامك مع الله. بطرس الأولى 3:21 بيقول الذي مثاله يخلصنا الآن، نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد. المعمودية مش حمام إذا كأنه عم نحمي وعم ننظف الولد، لا ما شيلوا علاقة بالتنظيف. بل المعمودية، اسمعوا، المعمودية سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. يعني اللي عم نعمده عم نقول له خيه هل أنت اختبرت الموت؟ لأنه بقيامة يسوع، هل أنت اختبرت الموت والدفن والقيامة لدرجة ضميرك مرتاح أنك أنت قبلت المسيح وغفر خطاياك؟ فإذن هو اختبار اللي عم نعمده عم نسأله خيي هل أنت ضميرك مرتاح أنك قبلت المسيح، اختبرت قيامة المسيح وأنت تحررت من الخطية، وأنت تحررت من الخطية. فأحبائي تعوا مع بعضنا لذكركم بهالخمس شروط للمعمودية ونتساءل وبكل أمانة وبكل صدق من دون الطعن بتفكير حدا أبدا، لكن علينا أن نفهم هل أي وحدة من النقاط الخمسة تنطبق على طفل؟ هل نقدر نسأل الطفل هل أنت يا بيبي إن كان عمره سنة أشهر أو سنة أو اثنين أو ثلاثة، يا بيبي هل أنت آمنت بالمسيح أنه هو ابن الله؟ يا بيبي هل أنت تبت عن خطاياك؟ شو بيفهم عن التوبة؟ شو بيفهم عن التوبة عن الخطية؟ ثلاثة، يا بيبي هل أنت اختبرت الموت والدفن والقيامة مع المسيح؟ أربعة، يا بيبي هل أنت صرت تلميذ المسيح؟ درست على المسيح تابع له؟ خامسا، هل ضميرك مرتاح بسبب قيامة المسيح؟ والجواب على كل الخمس أسئلة يستحيل أن تنطبق على هاي الخمس شروط اللي هي كلها تدور في فلك واحد وهي فلك أو اختبار الولادة الثاني. لم تولد ولادتين بتكون إيمانت، تبت، اختبرت الموت والدفن القيامة، صرت تلميذ المسيح وصرت ضميرك مرتاح. لا تنطبق على الأطفال. أخيرا، المعمودية، أي نوع من المعمودية، للصغار ولا الكبار، للمؤمن ولا مش المؤمن، الإنجيلية أو غير الإنجيلية، المعمودية لا تخلص. المعمودية لا تخلص. الخلاص هو بالإيمان والإيمان فقط بالنعمة. اسمع اللي بيعرف يقوله معي، اللي حلو وقت نقول إيه مع بعض. أفسس 2:8-9 لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يعني الله ما رح يخلص واحد لأعماله أحسن من الثاني. ليك أنت أسيس بالحياة أعمالك أحسن من غيرك. فوت بقول له إيه شفت، يعني اسمح لي هيك بطلع على جاري ابن عمي شو بدي أعمل لك، أنت أعمالك مش عاطلي، شوفك بجهنم. ما في، ما بفتخر بنفسي. حدا كان طريقة تبشير، كان مؤسسة مسيحية يدرب الناس على كيف يخبروا الناس على المسيح، وكان يدربوا الناس يسأل واحد السؤال التالي، خيي إذا أنت بت اليوم وصلت على الأبدية قدام يسوع، بيقول لك حبيبي أعطيني سبب ليه لازم فوتك على السما، شو بتقول؟ إذا جوابك يكون أنا بظن يا رب لازم تفوتني على السما لأني أنا مسيحي، كنت روح على الكنيسة، كنت ابن مؤمنين، تعمدت، تناولت، قلن وصلوا على الأسانسير. مرة حدا قال المسيح بيداك اللي هو بتقول للناس وصلوا على الأسانسير، بيقول له يا رب لوين بدك تطلعني؟ بيقول له بدي نزلك. بس نزلوه. بس أنت بتوصل عنده تقول له بتعرف يا رب أنا خاطئ وأنا حالتي ربما أسوأ من كتار من الناس رايحين على جهنم، لكن أنت جيت من السماء لأرضنا ومت عني، فأنا أشكرك
أنا تبت على خطايا حطيت كل فئتي فيك، أنا عندي سبب واحد يدخلني على السماء، إني حاطط رجائي فيك، بيقول لك تفضل. هل رجائك بنفسك، بطائفتك، بطائفتي، بكنيستك، بالأسيس تبعك، لا حبيبي لا. أنا وإنت وكلنا، وأكبر خاطي وأصغر خاطي، عندنا رجاء واحد، إنه نؤمن بيسوع المسيح ونسلم حياتنا ونتوب عن خطايانا. لا يوجد، اسمعوني، لا يوجد شيء ماتيريال، شيء مقدس الذي يمكن أن يغير حياتك. شو بدي عن الآخرين بحكيك عنه؟ لا أسيسك في خلصك، ولا البيانو هون في خلصك، ولا معوديتي في خلصك، ولا المناول تبعنا في خلصك، ولا شيء أنت بتفوت فيه، ولا شيء هو بفوت فيك، يعني بتاكله أو بتشربه أو بتمزح أو بتدهن، يلي بيقدر يخلصك، لا من عندنا ولا من عند غيرنا. أن تؤمن بيسوع وتسلم حياتك وتوب عن خطاياك هو طريق الخلاص الوحيد. قال المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. اسمع لك أرجوكني يا أخوي أرح خلص. قال المسيح أنا هو الطريق، مش طريق، أنا هو الطريق، أنا هو الحق، فإذا غير المسيح هو كذب. أنا هو الحياة، فإذا بدون المسيح في موت. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بالإنجيلية، إلا بي يسوع. من له الابن له الحياة، من ليس له الابن ليست له حياة، بل يمكث عليه غضب الله. يا خي مش لعبة، حياتك مش لعبة. إذا خسرت عين بتعيش بعين وحدة، بتعيش بلا عين بلا عينين. خسرت ايد خسرت ابنك لا سمح الله، خسرت مرتك، بس اذا خسرت حياتك منين بدك تعوضها؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ما في شيء ممكن يخلص. اذا لماذا المعموديه؟ خليني اذكركم احبائي بالانجيل، هو ان تؤمن ان يسوع مات، ان يسوع دفن، أن يسوع قام. هذه هي مادة الإنجيل، هذا هو مادة خلاص الإنسان. إذا لماذا المعمودية؟ المعمودية لها شهادتين. لما أنت تعمل تكون عم تشهد شهادتين بوقت واحد. أول شهادة عم تشهد عن شو يسوع عمل فيك، بتقول أنا بالماضي مت ودفن ودفنت وقمت، والمعمودية أنت عم تشهد إنه كيفك تعيش في المستقبل. ركز معي، بعد في بعتد بس سلايد واحدة من بعد هيدي وصلت على الآخر. انت وقت تعمد بتقول انا بشهد قدام الله، قدام الملائكه، قدام الشياطين، قدام المؤمنين، قدام كل الناس، انا يا جماعه بالماضي اختبرت يسوع المسيح في حياتي، انا تبت على خطاياي، انا ابنه، فبدي اعبر بنزولي بالمي وطلوع من المي كيف انا امنت. بس هيك لا في شهاده تاني. انا بدي اقول لكم الناس، الانسان بده ينزل بالمي غير الانسان بيطلع من المي. انا بسقوه من المي مثل ما قام المسيح بحياه جديده. انا انتمي ليسوع، انا ملك يسوع، انا تابع ليسوع، انا اعيش للمسيح، انا اموت للمسيح، واعد الله بنعمته، اتعهد بنعمته بقوته بروحه اني انا بريد، يمكن ما اقدر، يمكن وقت اقصر، بس انا تصميمي اعيش له، مجد اسمه. أنا أنتمي ليسوع، أنا أنتمي للسماء، أنا لا أنتمي لهذا العالم فيما بعد. وأخيراً المعمودية أخي وأختي وأحبائي، هو ليس خيار بل هو قرار، وهو طاعة. مثل عم لكم مش وتقول مش خيار ولازم ومجبور، مش أنا بجبرك ولا حد بجبرك، عم بحكي عن علاقتك مع الله. مثل الكتاب المقدس لازم تقرأ مثل أي شيء تاني. إذا الرب قال تلمذوهم عمدوهم، ما قال إذا بحبوا إذا بتعملوا معروف، يعني إذا طلع عبالك، هيدا أمر مسيحي. وحب أن إنهي الوعظة باختبار أحد الأشخاص يلي كنت نتمنى اليوم يكون معنا، خينا عيسى داود أبو الأخ نضال، وصلوا من السفر جمعة الماضي الحمد لله على سلامتهم. أنا كنت نتمنى اليوم بيجوا، رجل كبير نصلي لأجله. لكن تعمد، كان عمره 84 سنة، من 3 سنين 4 سنين تقريبا مضيت. وباختباره بتعرف اللي بده يتعمد اجمالا بيوقف بيشارك خبرته مع المسيح، كيف قبل المسيح. قال شيء حلو، قال انا تعرفت على المسيح من حوالي 40 سنة،
لكن كل عمر يقول أنا بهالعمر بدي أرجع أتعمد، لصار عمره 84 سنة هو قاعد كان عم يسمع وعظة، وأنا كان عم بحكي كيف أن المسيح اعتمد من يوحنا المعمدان. إذا فيش اسمعوني، إذا في شخص بهالعالم مش محتاج للمعمودية هو الرب يسوع المسيح، هو محتاج يتعمد ليه؟ عن شو تاب حتى يتعمد؟ وبمين بده يؤمن ليتعمد؟ وهو الكامل. حتى يوحنا المعمدان ما بده يعمده، رفض يعمده، قال له أنت بدك تيجي تعمد مني؟ أنا مش مستحق أن أحلل لك شريط صندلك، صباط ما كان عنده صباط وقتها، حذائك مش مستحق أنه أحله. أنت أنا بدي أتعمد، أنت بدك تيجي تعمد مني؟ شو كان جواب المسيح؟ اسمعه، قال له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. أي بكلام آخر، إذا كان أبي السماوي طلب منا نتعمد، لو مش محتاج أتعمد بدي أتعمد. وهذا الفرق بين موقف المسيح اللي بيحب الرب والمسيح اللي ما بيحب الرب. الإنسان اللي مش مخبر المسيح بيقول ليه هي خطيه في أعمل هيك؟ ليش شو في إذا عملت هيك؟ يعني بس عم يعمل إشياء حتى ما يزعج الله. لكن المؤمن اللي بيحب الله ما بيسأل شو اللي بيزعج الله، بيسأل شو اللي بيرضي الله. شو في أعمل لمجده؟ شو في أعمل لأخدمه؟ شو في أعمل لأرضيه؟ كيف أقدر أرضي هالإله اللي حبني وبعت ابنه يموت عني على الصليب؟ وقال أخ عيسى، قال إذا كان ربي وإلهي وسيدي ومخلصي اعتمد، أنا مني أكبر منه، أنا أيضا أطيع وأعتمد. ففي المعمودية، في أي واجب مسيحي، هناك طاعة وهناك طاعة محبة. مش طاعة إذلال وخايف منه وهو يضربني، لا، طاعة محبة. هيدا مخلص اللي مات عني، أنا أطيعه بكل الأمور. دعونا نحن رؤوسنا ونصلي. أرجو أن يكون هالموضوع وضح لقلنا. إذا في أي نقطة كانت مستغربة أو ما فهمتك فيه، أرجوك خي تعال نحكي بالموضوع، وأنا يسرني جداً أنه جاوبك على أسئلتك أو على أسئلتك. لكن بدي أسأل سؤالين نحن مغمضين عيوننا. أول سؤال، هل أنت اختبرت الخلاص؟ هل إمنت؟ هل تبت؟ هل ضميرك ارتاح من عبء خطاياك؟ هل عندك سلام مع الله؟ هل بتحب المسيح؟ هل بتحب كلامه؟ ثانيا، هل بتحب تطيعه؟ هل بتحب تطيعه؟ وإذا أي حدا، لأنه خلال الأشهر القليلة رح يكون عندنا معمودية، إذا أي حدا بريد يطيع الرب المعمودية، أرجوك حكي معي بالموضوع والرب يبارككم جميعا. قل له يا رب خلصني، يا رب أؤمن فيك، أعطيك قلبي، أعطيك حياتي، عندي خطايا مخباية، عندي أمور بخجل فيها، عندي أمور متعبت لي ضميري، يا رب أتوب، أطلب السماح منك. لا أثق بنفسي ولا بصلاحي، كل ثقتي فيك يا رب، أنت المخلص، خلصني باسم يسوع، أمين. بارك يا رب على ما سمعنا، بارك كلمتك، أشكرك لأنه حقك موجود، كلامك موجود، اللي هو نور لسبيلنا، سراج لحياتنا. بارك كل أخوتي اللي حضروا الخدمة اليوم والوعظة، ساعدنا يا رب أن نطبق هالكلام في حياتنا. باركنا جميعا، أذكر مرضانا أشفيهم، أذكر الضعيف الإيمان قوي، أذكر اللي ضميره تعبان، يا رب أرجوك أنك تساعده بإيمان يرمي أحماله عليك. أذكر شيوخنا والمسنين بيننا والمرضى بيناتنا، المحتاجين بيناتنا، المحتاج لشغل، المحتاج، يا رب كل احتياجاتنا أمامك، وخاصة أي حدا من أهل بيوتنا بعد ما آمن فيك أنت غير حياته باسم الرب يسوع. نشكرك للأبد، أمين.